بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرة أخرى في مستشفى المواساة الجديدة في السلمية في الكويت. زراعة العدسات بتنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو زراعة العدسات فيما بعد المياه البيضاء، ودي بتتم عملية تستغرق ربع ساعة إلى ثلث ساعة تحت مخدر موضعي لكبار السن أو للمصابين بالمياه البيضاء أيا كان سببها. وزراعة العدسات الأسباب الأخرى لزراعتها هو تعديل قصر النظر الشديد وطول النظر الشديد الذي لا يمكن تعديله بتصحيح النظر بالليزر، وهي عملية بتتم خلال ربع ساعة تقريبا من غير مخدر تقريبا. العملية آمنة وبتعدل تصحيح النظر وتتيح للمرضى اللي عندهم قصر نظر درجات كبيرة جدا أو طول نظر درجات كبيرة أو زراعات العدسات فيما بعد زراعة القرنية لاستعادة الرؤية. شكرا جزيلا.